ما لازم نعمم، وهنا نوجه أسئلة للوزير السابق محمد العلي، لأن أنت كنت رأس الهرم. صحيح صحيح, صحيح ولا صحيح. فمن حقنا نوجه أسئلة. كنت دائما تتكلم عن العائد المادي. نعم. ما هو العائد المادي في صفقة الشراكة مع الداو، وخصوصا اللي يعني أنت كنت تذكر أن الشراكة بين الداو كيميكال والكويت كان 6 مليار اللي موجود أساسا، فشو اللي كان متوقع من الداو؟ شو اللي كنت متوقعه؟ أنا أقول لك الجدوى الاقتصادية للمشروع، أنا أتمنى إذا الكاميرا وين هاي صوب حطه كذي. طيب مناسب؟ مناسب تفضل. إذا شوف معاي الأخوان، هذا الجدول يتكلم عن سنة 2009 و2010 و2011 و2012. إيش كانت تقول الجدوى؟ الجدوى الاقتصادية اللي احنا قدمناها اللي تقول لي أنت بسرعة صارت وكذا، إيش كانت تقول؟ كانت تقول أن العوائد المتوقعة زين على هذا الاستثمار، شو تقول؟ يقول لك واحد سنة 2009 1.3 مليار العائد. طبعا هذا بدون لا نخصم الاستهلاك والضريبة. طيب. بدون خصم الاستهلاك والضريبة كانت الدراسة تقول أن العائد راح يكون 1.3 مليار. كم صار العائد الحقيقي؟ 1.6 اللي الآن. هذه ترى هذه أرقام مدققة الآن، إقفالات آخر الإقفالات يعني بعد الإقفالات، وهذه تخص المصانع اللي كنا بنشارك فيها الدو، ما تخص كل الدو. بعض الناس يدلس يقول لا تخص، لا تخص في السنة اللي بعدها كان مليار متوقعين، كم طلع؟ شوفه 2.7 اللي بعدها 1.2 طلعت 2.9 3 مليار، يعني ثلاث أضعاف. اللي وراها 1.4 طلعت 2.8. زين، في مقارنة بالأرقام هذه والأرقام هذه، هذه حقيقية اللي فوق ترى. وهذه اللي احنا نقول يا جماعة هذه عائدها 12%، معدل العائد داخل عليها 12. كم هاي تطلع بالله؟ فهذه مبالغ ضاعت على الكويت، غير الشرط، غير عفوا السقف الغرامة اللي دفعناها. أنا اللي مؤلمني هذه 10 مليار، هذي اللي تحت، اللي تحت 4.9 من 10، حول 5 مليار تقريبا. 10 مليار ضاعت على الكويت بسبب إلغاء العقد. طب احنا لا هذه كانت 5 فضاعت 5، يعني هذه 10 والحق اللي كنا احنا نتكلم عليه 5، صح ولا لا؟ طبعا التوتال 10 ما ضاع الكويت في هذه الصفقة 10 مليار، بس طبعا الصفقة هذه 10 مليار تشيل منها التاكس، هاي مهمة محمد، ها تشيل منها الضريبة وتشيل منها الاستهلاك، اللي تتكلم انت في حدود من 27 الى 30 32% تقريبا. فيطلع لك الصافي كم خسرنا. شوف هذا اللي تشوفه اليوم زين، كمل الصافي. إيه كمل الصافي، كمل الشريط، روح بعد سنة سنتين ثلاث شو بيصير الله اعلم زين. لكن احنا الدراسة كانت متحفظة جدا. يقول لي سكراب، انا بس بفهم في سكراب يطلع 10 مليارات، يعني ايش هالسكراب؟ ايش هالسكراب اللي قاعد يطلع مبالغ؟ لان فهمنا حقيقه للسكراب الاخوان، في شيء اسمه الاستهلاك الدفتري. الحين مشروع اكويت اللي موجود عندنا بالكويت هذا سكراب هم بعد، ترى هذا استهلاكه 85% مستهلك، يعني دفتريا كل سنه يخصمون عليه نسبه معينه، دفتريا 85% تقريبا هذا سكراب، ها وقاعد يطلع لك يمكن حوالي اكثر من نص مليار. يقرؤون ان والله 85 مستهلك يعني سكراب. في قيمه في بدايه الحلقه ان كان التركيز على ان مصانع مستهلكه، اللي يسمع اللي يسمعون الناس في الداوين ورجال الشارع.